قراصنة وعمليات تضليل إعلامي مصدرها روسيا يمكن أن تحاول التأثير على الانتخابات التشريعية القادمة في ألمانيا. دكتور باسل، برأيك هل سيكون للإدارة لفلاديمير بوتين الآن يد مطلقة بعد انتخاب دونالد ترامب في التدخل في الشأن الأوروبي بعد هذا الجفاء من قبل ترامب حيال القارة الأوروبية وربما ترك أوروبا وحدها؟ هل سيجعل أوروبا إذن ساحة لبوتين ليتدخل في انتخاباتها؟ روسيا أو روسيا بوتين يعني تدخلت في القوقاز، قوقاز ما بعد الاتحاد السوفيتي في جورجيا، ولم يردعها أحد، وكانت إدارة أمريكية مختلفة استمرت وفعلت ذلك في أوروبا الشرقية وتحديدا في أوكرانيا التي كانت أيضا جزء من الاتحاد السوفيتي، ويعني أقدمت على شيء هو الأول بعد الحرب العالمية الثانية بتغيير الخارطة عندما قامت بضم شبه جزيرة القرم، وأيضا لم يردعها أحد. اليوم أيضا هي في سوريا تتصرف كما يحلو لها بدون أي رادع. بالنسبة لترامب لليوم من الصعب التكهن، هل ستكون سياسته مهادنة مع روسيا أم للمزيد من التوتر، أو سيستمر أيضا ربما في اتباع إرث أوباما؟ يعني قبل أيام أو أمس تم اتخاذ قرار الكونغرس محاسبة النظام السوري ومن يدعمه، هذا أيضا تزامن، يعني علينا عدم استبعاد تزامنه كذلك مع موضوع قرار روسيا تعليق أو انسحابها من محكمة الجنايات الدولية. ولكن بالنسبة لأوروبا تحديدا دكتور باسل، بالنسبة لأوروبا، ألمانيا ما مصلحة بوتين أن يتدخل في انتخاباتها؟ بالضبط، ألمانيا اليوم هي التي تتزعم يعني الكتلة الأوروبية إن صحت تسميتها في العقوبات الغربية ضد روسيا فيما يتعلق بالقرم. حاولت روسيا طبعا التأثير على شعبية ميركل وحتى إسقاطها من خلال ورقة اللاجئين، يعني لا يخفى على أحد موضوع التحرش الجنسية والفضائح التي ليلة ميلاد السنة الماضية كلها اتضح، أو نشرت الكثير من وسائل الإعلام الألمانية لاحقا أن وراءها الاستخبارات الروسية. من مصلحة بوتين طبعا خلط الأوراق في أوروبا، ربما هو يجهل من سيأتي بعد ميركل، لكن أي فوضى أو خلط الأوراق سوف تصب في مصلحته. شكرا لك الكاتب والباحث في الشؤون الروسية دكتور باسل الحاج جاسم. سيدي ياد أبو شخرة، برأيك هل تعتقد بأن بوتين قادر على اختراق منظومة بيروقراطية ألمانية تحرص على أن تكون قدوة في الديمقراطيات الغربية الحديثة؟ لا 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 أدري مستوى التقدم التكنولوجي الروسي بتحقيق مثل هذه الاختراقات. هو اخترق ما في شك، يقال كما نسمع المنظومات الأمريكية، فهذا لا يمنع أن يستطيع أن اختراق المنظومات الألمانية، ولكن كيف يؤثر فيها يعني؟ ولكن المهم جدا برأيي أنه نبقي بذهننا حقيقتين. الحقيقة الأولى أن بوتين متخصص بألمانيا، عندما كان مسؤول مخابرات الروسية مسؤول الكي جي بي كان موجود بألمانيا وهو يجيد الألمانية، فبالتالي هو الشخص الذي يفهم تماما كيف يتعامل مع ألمانيا. الأمر الآخر أنه الدولة الوحيدة القادرة على تحدي الهيمنة الروسية بأوروبا هي ألمانيا، ثاني أكبر شعب من حيث التعداد السكاني في أوروبا بعد الشعب الروسي والشعب الألماني، وألمانيا خاضت مع روسيا حرب عالمية مدمرة حاصرت فيها موسكو ولينينغراد وستالينغراد. هذه أمور كلها في الضمير السياسي الروسي القومي الروسي الذي يمثله فلاديمير بوتين اليوم. بوتين يهمه جدا أن يكسر القيادة الحقيقية لأوروبا. القيادة الحقيقية في أوروبا اليوم موجودة بألمانيا. ولكن هل يعلم بوتين من الذي سيخلف أنجيلا ميركل يعني إذا خسرت الانتخابات القادمة؟ على ماذا يراهن؟ يراهن على الفوضى، يراهن على الفوضى أيضا بألمانيا. يعني لا نستطيع أن نصف دونالد ترامب بأنه حليف لروسيا، هو حليف تكتيكي، هو سد خانة. هو لا نستطيع أن نصفه أنه لا يمكن أن يكون حليفا تماما يعني. بالضبط. فبوتين لا يلعب باتجاه الحلفاء بناء تحالفات، هو يريد عمليا إشاعة فوضى بقدر الإمكان لكي يملأ الفراغ،
لكي يتوسع. وهذا ما يحصل. يعني عندما تقول مارين لوبين بفرنسا نحن هذا ما حصل في أمريكا ظاهرة مشجعة وعلينا كلنا القيادات القومية في أوروبا أن نعتبر أن أواننا قد حان، فهؤلاء أساسا كلهم متناقضون لأنهم كل واحد منهم قوم متطرف لقوميته. ولكن هذا المناخ من الفوضى يفيد بوتين. يعني هل في هذا الإطار فعلا ما يقوم به بوتين من محاولات التأثير على الانتخابات الأوروبية سيصب في مصلحة اليمين وربما اليمين المتطرف في عموم القارة الأوروبية؟ أعتقد أن ربما يؤدي إلى ردة فعل يمينية أو عنصرية معادية للروس، معادية للشعوب الأخرى، معادية للعولمة. يعتبرون الآن هناك نوع من العداء للعولمة على اعتبار أنها أسقطت الحصانات القومية للعديد من الكيانات التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية. طيب هل نحن إذن على مشارف نوع آخر من الصراع يعني بين الأمم أو حتى الحروب التي انتقلت من الساحات الحقيقية إلى الساحات الافتراضية وعالم الإنترنت؟ نعم نحن الآن بملعب مختلف تماما، بقوانين لعبة مختلفة تماما. يعني علينا أن لا ننسى أنه عندما انهار الاتحاد السوفيتي كان لديه بترساناته العسكرية أسلحة تكفي لتدمير البشرية عشرات المرات. إذن لم يسقط لأنه عاجز عن تدمير البشرية، قادر على تدمير البشرية. هناك نوع من التكنولوجيا الحالية تحول دون معارك مباشرة. لا، المعارك التي تخاض الآن هي معارك مثل معركة الحرب السورية، الحرب بالبلقان، في القوقاز، حروب إقليمية صغيرة وحروب تكنولوجية. طب وهناك حروب أيضا بالوكالة، البعض يشير إلى ويكيليكس تحديدا أن ربما تكون هي أيضا متورطة مع روسيا. مؤسس ويكيليكس نفى بأن يكون نشر رسائل كلينتون كان بإعاز أو بتنسيق أو بضغط من روسيا. لازم يجب أن تسأل راشا توداي، المقابلات التي أجرتها معه راشا توداي كافية. أسانج كان الحليف الفعلي لفلاديمير بوتين في حملة الانتخابات الأمريكية، وقال لي ينسحب ذلك أيضا على سنودن إلى بمستوى أقل، ولكن حتما أسانج كانت مهمته إسقاط المؤسسة السياسية الأمريكية، هذا هو الهدف المعلن. طب إذن في النهاية هل تعتقد بأن هذا يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على النظام العالمي ككل؟ يعني عندما تنشأ مثل هذه الحروب في الساحات الخلفية ويمكن أن تؤثر على قرارات دول؟ نحن أمام مباراة رياضية من دون حكم. هذا ما نراه أمامنا الآن. هناك سقوط للكثير من الضوابط، هناك انعدام لرؤية واضحة استراتيجية لأي لاعب من اللاعبين الكبار، وعمليا خلخلة لما كان يسمى بنظام عالمي أو نظام أوروبي على مستوى أوروبا. طيب هذا النظام الجديد الذي يمكن أن يأتي لا يمكن أن ينقلب رأسا على عقب على روسيا نفسها، لأن لا يمكن الاستهانة بالتطور التكنولوجي الأمريكي. نعم، ولكن بوتين يراهن على العصبية القومية الروسية، ما زالت يعني بعدما انهار الاتحاد السوفيتي خرجت منه العديد من الدول الأخرى التي كانت فيها زخم أقلياتي. الاستثناء الوحيد كانت أوكرانيا لأنها دولة سلافية، إحدى الجمهوريات السلافية الثلاث مع روسيا وروسيا البيضاء، ولهذا يريد أن يمارس الابتزاز عليها بأخذ أوكرانيا الشرقية التي يوجد فيها كثافة أرثوذكسية بالمقابل مع الكاثوليكية في غرب أوكرانيا. اللعبة التي يلعبها بوتين لعبة خطيرة جدا ديموغرافيا وسياسيا واستراتيجيا، ولكنه يعتبر أنه ليس بإمكانه أن يخسر، فاحتمال الربح أكبر من احتمال الخسارة بوجود ارتباك خارج روسيا. ولكن هذا أيضا سيولد ردة فعل لدى الطرف الآخر، لدى الذين يحاول بوتين أن يؤثر في قرارات بلادهم. على سبيل المثال نحن نتحدث عن ألمانيا، هل يمكن لألمانيا أن يكون لديها أن تقوي دفاعاتها حتى الإلكترونية مقابل أي هجمات مفترضة من روسيا؟ أعتقد أنها تنبهت لما حصل بأمريكا بدون شك، أنها تدرك، وروسيا طبعا ألمانيا أقرب إلى روسيا بكثير من أمريكا، وبالتالي لديها هذا الخوف من أي توجهات روسية عدوانية أو توسعية لأنها تمس مصالحها مباشرة. يعني ستالين قسم ألمانيا إلى شرقية وغربية بالحرب العالمية، فالألمان لديهم هذه الحساسية. والحكومة الألمانية أيضا لديها من الواقعية السياسية التي تجعلها تفكر بالأمر، وهي حكومة ائتلافية تضم اليسار واليمين. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي سيد إياد أبو شقرة.
إلى تونس أعزائي المشاهدين، حيث تبدأ فيها اليوم جلسات الاستماع لضحايا انتهاكات عهود الاستبداد. رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية سهام بن سدرين قالت إن الجلسات تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسيين، وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة، وستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح. وأضافت بن سدرين أن هذه المشاهد ستشكل فرصة للرأي العام لمعرفة ما حصل وفهم لماذا يجب ألا تتكرر هذه الانتهاكات من أجل حماية تونس وتوحيدها ومصلحة أبنائها. معي للحديث حول هذه الجلسات وانطلاق هذه الجلسات رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سيد سمير بن عمر. سيد بن عمر، أرحب بك في أضواء على الأحداث. كيف تتابعون بدء جلسات الاستماع لهيئة الحقيقة والكرامة في أولى جلساتها وهي تستمع لضحايا انتهاكات عهود الاستبداد؟ مرحبا بكم. بالنسبة لجلسات الاستماع تبدأ بعد قليل من الآن، تقريبا بعد ساعتين. بالنسبة لهذه الجلسات هي حدث تاريخي بيتم معنى الكلمة، وتجري في أجواء احتقان شديدة وفي ظل حملة ممنهجة شنها الأدوات الإعلامية للنظام السابق ضد هذه الجلسات واتهامها بأنها آلية للتفرقة بين التونسيين، لأن بعض الأطراف السياسية لا تريد أن يكتشف التونسيون تاريخهم، لا يريدون أن يكتشف التونسيون جرائم الأنظمة التي تعاقبت على تونس منذ 56 أو 55 إلى اليوم، لا يريدون اكتشاف بشاعة النظام الذي أنتجته. ولكن هل تتمتع هيئة الحقيقة والكرامة بكامل الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها وكشف وفتح كل ملفات العهود السابقة؟ على المستوى القانوني نعم، هي تتمتع بكل صلاحيات بما في ذلك إمكانية النفاذ إلى الأرشيف، وخاصة أرشيف وزارة الداخلية. ولكن عمليا منذ نتائج انتخابات 2014 لا تجد الهيئة أي تجاوب من طرف الإدارة فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأرشيف، وهذا أعتقد لن يساهم في كشف الحقيقة للتونسيين. برأيك ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي من المفترض أن تستمع له هيئة الحقيقة والكرامة في أولى جلساتها؟ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هو أحد المؤتمنين على الأرشيف باعتباره رئيس للجمهورية، وهو أحد المؤتمنين من طرف النظام السابق للحيلولة دون كشف هذا الأرشيف إلى التونسيين، وبالتالي هو متورط في منع الهيئة من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل طبقا لأحكام القانون. بعد الاستماع لشهادات الذين تم تعرضهم لانتهاكات في عهود الاستبداد، والمفروض اليوم أن يتم الاستماع لكل ضحية حوالي نصف ساعة، هل ستستطيع هذه الهيئة بعد ذلك محاسبة أو البدء بإجراءات محاسبة من تسببوا بهذه الانتهاكات، المسؤولين عن هذه، من تورطوا بهذه الانتهاكات؟ طبعا بالنسبة لجلسات السماع هي محطة من محطات العدالة الانتقالية، ومن أهم الأسس التي تقوم عليها العدالة الانتقالية هي المحاسبة، ولذلك أكيد يعني فتح هذه الملفات وسماع الضحايا هي خطوة أولى نحو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وما هي الخطوة التالية؟ هل سيتم إنصاف هؤلاء هذه الضحايا؟ طبعا بعد الانتهاء من أعمال البحث من طرف هيئة الحقيقة والكرامة، إذا ثبت أن هناك تجاوزات تدخل تحت طائلة القانون، وإذا كان الضحايا يرغبون في مقاضاة وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم قضائيا، طبعا الهيئة ليس لها أي خيار سوى إحالة ملفاتهم إلى العدالة لتأخذ العدالة مجراها. ما أهمية هذا الحدث بالنسبة لتاريخ تونس الحديث؟ أن ربما لأول مرة يشهد العرب والتوانسة مثل هذه الهيئات، هذه اللجان التي تفتح بكل شفافية الأبواب لمن انتهكت حقوقهم في عهود الاستبداد، تفتح لهم الأبواب لكي يتم إنصافهم.
أولا هي فرصة لضحايا الاستبداد لإبلاغ صوتهم إلى الرأي العام وكشف الحقيقة عن التجاوزات التي كانوا عرضة لها، وأيضا بالطبع هذا يفتح الباب إلى فضح وكشف كل التجاوزات التي حدثت طيلة عقود من تاريخ تونس. وطبعا في السابق كان هذا أمر غير وارد ولا نتخيله حتى في الأحلام، اليوم هذا أصبح متاحا للتونسيين. أشكرك شكرا جزيلا. رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. وأختم أضواء على الأحداث أعزائي المشاهدين بطائفة من الأخبار، أبدأها من سوريا حيث أصبحت قوات الجيش السوري الحر على بعد كيلومترين فقط من مركز مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، وذلك بعد أن تمكنت عن قوات الجيش الحر من تحرير مدينة جرابلس ومساحة تبلغ 1720 كيلومتر مربع. عملية درع الفرات وصلت في تحرير عدد من المدن في شمال ريف حلب، وخاصة المدن الواقعة بين أو القرى البلدات والبلدات الواقعة بين جرابلس وعزاز. إلى اليمن، حيث أعلنت المقاومة الشعبية مقتل 12 من عناصرها بالإضافة إلى 27 مسلحا من جماعة أنصار الله الحوثية بعد معارك شرقي مدينة تعز. المتحدث باسم المقاومة قال إن قتل القوات الحكومية والمقاومة سقطوا بسبب الألغام التي زرعها الحوثيون بشكل كثيف في الأحياء الشرقية. وإلى تونس، حيث لم يكن طي صفحة الماضي هينا على العم حسن الطرابلسي الذي فقد ساقه جراء سنوات من التعذيب في أحد السجون التونسية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. سنوات جمر قضاها في غياهب السجون كما يصفها العم حسن. نتابع. علاش؟ نتلونا انا ما درتش مساعدة منه. يا اخي هما مش حاطين التونسي للتونسي رحمة، ها بلغتهم هما. هو يشدوه يمد لي المساعدة للخوه قاعد يعلم به ربي. كيفاش؟ وهكذا تنتهي أضواء على الأحداث لهذا اليوم. أترككم في أمان.